اهلا وسهلا بكم. بعد نقل معرض الكتاب من الدار البيضاء الى مدينة الرباط، تناسلت العديد من الاسئلة حول جدوى وحول نجاعة نقل هذا المعرض. هو المعرض الذي ناضلت النخبة البيضاوية على تكريسه، الان اصبح جزء من المحيط الثقافي لمدينة الرباط. لكن هذه المرة سنة 2024 هذه النسخة تفجر العديد من الجدل، على الأقل مرتين، مرة مع الكاتب السعودي ومرة مع زيارة الفنان المصري محمد رمضان رفقة وزير الثقافة إلى المعرض. وإن كانت القضية الأولى طبيعية تنتمي إلى عالم الكتابة والكتاب، فإن الثانية تثير العديد من التساؤلات وتثير الكثير من الدهشة حول هذا الفنان الذي ارتبط اسمه بالأغاني الشعبية، بمعنى أن محمد رمضان هو عادل الميلودي ديال المغرب. وإن كان اعتبر البعض أو انتظر البعض أن يعزز هذا المعرض اللي هو معرض الكتاب بأوجه فنية، وخاصة من أهل الغناء، من أهل الغناء الملتزم، بحيث من المفترض أن يعزز هذا المعرض أسماء فنية من طينة مارسيل خليفة أو جوليا بوطروس أو الفنانة اللبنانية فيروز أو عبد الوهاب الدكالي من المغرب، يعني أسماء ارتبط اسمها بالالتزام الثقافي والفني والجماهيري، خاصة وأننا نتحدث عن معرض للكتاب وليس عن تظاهرة فنية أخرى. فما كانش غادة تكون نفس الدهشة ونفس التساؤلات ونفس الحيرة لو أنه كان على منصة موازين، بل كان أنه يمر مرة الكرام. لكن هذه المرة لقينا فعلا أن تساؤلات عديدة، وأنا بدوري أنا تساءلت على جدوى من حضور سيد رمضان. وهذا ليس حضوره كمقتني للكتب أو كمتجول بين أروقة الكتب، بل هو حاضر من طرف وزير الثقافة. ولكن لجينا نفكروا شي شوية ورجعنا الذاكرة اللور، ألقوا الأمر ما كيدعيش لهذه الغرابة، لأن بحضور السيد وزير الثقافة بحضور السبب ينجلي العجب. يعني السيد وزير الثقافة هو متحمس لهكذا أسماء، يعني إلا شفنا أنه جاب طوطو، أن طوطو كيعطي واحد الإهداء على منصة، إهداء إلى جانب يعني الكلام الفاحش على منصة في مدينة الرباط. سيد وزير الثقافة أنه اللي كيكرس هذا النوع من الفرجة المنحطة، لأنه تخدش الحياء سي طوطو، لأنه غادي يجي غادي يبدا يخسر الهضرة، ما غاديش نقولوا عليها شي حاجة أخرى أقل من أنها فرجة منحطة لأنها تخدش الحياء. فاللي بغى يعبر على الشعب راه عطى الله الوسائل والطرق. لكن السيد وزير الثقافة يصر على تكريس مثل هذه الأسماء، وبعض الأحيان كيحاول أنه يفلكر الثقافة باسم الصناعة الثقافية، باسم كأن الثقافة لو أننا درنا لها واحد الإطار اقتصادي غادة تولي منتجة وغادة أننا ندخلوا منها الإنتاجات، شي كامل صحيح. ولكن ما ننسوش بأن الثقافة، أن روح الثقافة هي تأبى التأطير. فالثقافة هي ضمير المجتمع، الثقافة هي الوعي للمجتمع، الثقافة من المفروض أنها توعي وأنها تكون واحد الحس نقدي. وما كنقولوا واحد الحس نقدي هو منفلت على كل تأطير وتعليب. فهذه هي الثقافة، هكذا ارتبط مفهوم الثقافة عند العامة والخاصة. فإقحام مثل هذه الأسماء هو يخدش الحقل الثقافي المغربي، وخاصة الجانب المتعلق بالكتاب والنشر. فاللي بغى أنه يكرس واحد النوع من الفرجوية الشعبوية فكينا موازين مثلا، لكن معرض الكتاب يجب أن يحافظ بالطابع دياله بالنقاء دياله، خاصة أنه ارتبط بمدينة الدار البيضاء من قرب واحد المعلمة ثقافية ودينية اللي هي مسجد الحسن الثاني. لكن من اللي جربات شفنا بحال هذا النوع، لأنه يعيد النظر حول جدوى ونجاعة نقل المعرض إلى الرباط. فمرة أخرى أقول بأن من الواجب أو من المفروض على الثقافة أنها تكون كتكرس القيم، بطبيعة الحال قيم تقدمية، قيم منفتحة، كل هذا باين وكل هذا صحيح وكل هذا مطلوب. لكن تعليبها بواحد الوعي اللي هو فرجوي فولكلوري، اللي هو استهلاكي، اللي هو منحط، اللي هو الجمهور عايز كده، فهذه ماشي من طينة
صاهرين على العمل الثقافي والثقافي المرتبط بالكتاب والنشر. هذا شيء. الشيء الثاني اللي غادي يقول لي هو ان السيد رمضان فاسم موسيقي، اسم فني بحاله بحال اي اسماء، فما من حقكش انك تدير المفاضله، فما من حقكش انك تقول لي لا بغيت مارسيل خليفه وما بغيتش محمد رمضان. مساله اذواق، ما كتعلقش من هذا راقي وهذا منحط، ما من حقكش انك تعطي هذا الحكم. هذا حكم قيمه، كاين اللي غادي انه يصدر هذا الحكم. اقول بان المعطى الموضوعي كياكد بان هناك مستوى فني وغنائي راقي كيرفع الذوق والوعي، ومستوى منحط. فغير مؤخرا قبل اسبوع او اسبوعين الناس مشيت للحبس على واحد النوع من الغناء، شركوا بيئتي، يعني واحد النوع من الغناء داهم للحبس. فهاد النوع ديال الغناء اللي الناس داهم للحبس كاين لانه داه للافلاس، وكاين انه اللي داه للتيه. فبالتالي ماشي من حقكم ايضا تقولوا لي بان بحال محمد رمضان بحال مارسيل خليفه. كاين غناء اللي هو راقي وسامي، وكاين غناء اللي هو منحط، غناء اللي غادي انه حرض الناس للعنف ولا حرض الناس يعني الكلام الفاحش. هذاك ما كنعتبروش بانه اللي بغى يتصنت ليه من حقه. هذاك ما كنقولش انا المانع ولا شي حاجه اخرى، ولكن كاين الاطار ديالو. فالمكان لصناعه الوعي الثقافي السامي والذوق الرفيع ما كانتو خصها انها تبقى دون خدوش. فحتى لا اطيل، كان هذا هو رايي في الموضوع. ما بغيش نعلق ونهضر على هذيك صاحبه الدموع وانها حققت الحلم ديالها، لانه من المؤسف جدا ان يكون حلمنا وطموحنا ان نربطه بلقاء شخص ينتمي الى حقل فني او حقل ثقافي او ايا كان. الطموح والحلم ديالنا خصو يكون كبير، لاننا نستحق الاكثر ونستحق الجميل. فمهم هذيك نظرتها للحياه ونظرتها، ما يمكنش انني نحاسبو فيها، ولكن اقول باننا مازال خصنا نشتغلوا على ذواتنا وعلى الحلم ديالنا وعلى الوعي الجمعي ديالنا.